ست جاهدة وهبي، أهلا وسهلا فيك باليوم على الحرة. خلينا أقولك أنه الساحة الفنية بميل، وجاهدة وهبي بميل تاني. ساحة لحالك، كوكب لحالك. قدي عم تقدمي فن وقدي عم تقدمي ثقافة، لأنه بوقتنا هيدا مفهوم الفن والثقافة مختلفين كلياً. هو هن مختلفين، بس هن لازم يكونوا برأيي أنا مرتبطين ببعض ارتباط كتير وثيق، لأنه الفن هو الوجه الأنقى والأجمل للشعوب، فلازم يكون مرتبط بالثقافة، ولازم يكون عم برأيي أنا عم بيقدم معرفة على طبق من سحر وفتنة ودهشة، وعم بيقدم ثقافة للناس. يعني هلأ في ببعض الأحيان أنه ممكن يكون هيك بيكون يعني ممتع، وهيك احيانا بخاطب يمكن الاجساد، ناس ترقص بتتسلى وهيك، بس هو الهدف الاسمى للفن انه يكون بخاطب الوجدان، بخاطب فكر الناس، بخاطب ارواحهم، لانه هو اجمل شيء بحياتنا، لانه بينقلك على المطارح الاخصب، بينقلك على هو يمكن مثل ما بيقول نيتشه، لولا الفن لكانت حياتنا خطا. فلولا الفن يمكن انا بالنسبه لي وبعتقد كل الناس، هو الواحد الأجمل بحياتنا، اللي بيخلي حياتنا محتملة بظل كل هالصخب اللي عم نعيشه، بهالقلق اللي عم نعيشه هلأ كمان، يعني على المستوى الصحي على المستوى الأمني، هو بيضل هيدي الواحة اللي بنلجأ لها حتى نتنفس أحسن، لحتى نحس إنه نحنا عم ننقى عن كل شيء تلوث حوالينا. يمكن الفن هو المطرح الأنقى فينا. ست جاهدة، مع يعني حكيتي عن التلوث الصحي والأمني، كان عندك حفل بدبي تحت عنوان ديفاز، كانت فل، العالم لا فكرت بكورونا ولا فكرت بشي، راحت لتسمعك. لا خلينا نقول انه في كم حدا اعتذر، يعني خايفين كانوا، ونحن بنقدر خوفهم، بس لا الحمد لله كانت حفله كثير كثير حلوه بدبي الوصل، اللي انا دائما بقول انه هيدا المطرح اللي بيجمع كل الثقافات والحضارات. بحفله نحن كنا عم حاول اني اجمع فيها كبيرات الغناء العربي والغربي، من ام كلثوم الى بياف الى اسمهان الى فيروز الى صباح الى مرسيدس سوسا الى داليدا، جمعناهم كلهم بليله وحده، والحمد لله انه قدرنا نوصل لقلوب كل الناس ونلبي كل الاذواق، وقدرنا نقدم هالكبيرات انا بسميهم ربات الجمال، اللي ساكنين اغنياتهم بذاكرتنا ونحن حافظينهم عن ظهر قلب، بالتاكيد مع مقتطفات من اغنيات لالي من البوماتي كتبتني وشاهد وارض الغجر الاخير، لان كان الناس حابين يسمعوا كمان من شغلي. كانت سهره كثير حلوه، وقلنا لهم نحن حاولنا بهالسهره ناخذكم هيك على رحله، برحله على متن الانتقاءات والاغنيات الجميله، بعيدا عن كل القلق اللي هلا عم بيشغلنا، ان كان صحي او امني او اجتماعي. او بيقولوا الواحد لازم يسافر ليتعلم ويتثقف ويشوف حضارات، معك حفله وحده شخص عن جد ست جاهدة بتعرف على ثقافات وحضارات من بلدان وأزمنة مختلفة، هيدا رأي المتواضع اللي بتقدمي لنا إياه. قدمت ديفاز وقدمت قبل شهرزاد كمان، خلينا أحكي أنه شوي مناصرة للمرأة، حتى أنه أشعارك مع أحلام، قدي اليوم المرأة أنت كامرأة عم بتقدمي فن وثقافة، راضية عن واقع الامرأة وشو عم تعمل المرأة بالوطن العربي وبالعالم؟ بس بحب ألفت أنه الحفل كان من تنظيم شركة أرت فور أول، وكان بمسرح المول أوف إميريتس. أنا أول مرة بقدم بمسرح هيك، بحسيت أنه حميمي ومتاح لكل الناس، لأنه دايماً نقدم تعرفي على المهرجانات وبيدور الأوبرا، فهي مش قصد، يعني أنا مني نسوية وأنثوية بخياراتي وبتقصد كون هيك. بالطبع انه انا بناصر الانسان بالعام، هلا من خلاله كمان عم ندعم المراه بالشكل الابهى، لانه حقيقه المراه كل شيء مثل ما بيقول ابن عربي، يعني كل ما لا يؤنث لا يعول عليه، فالحياه ما عم بدعم المرأة، بس هاي الجملة هي دعم كليا. أنثى، الفتنة أنثى، كل شيء أنثى. السبب قدمت شهرزاد طبعا، أوبرا شهرزاد، وهلا امبارح كان ديفاز باي جاهدة وهبي، مشروع كنت كثير من زمان بحب إني أقدمه، علما انه الكل بيعرف انه انا بقدم رجال كثير، يعني بقدم عبد الوهاب، فريد الأطرش، وديع الصافي، مش القصد. وسبق اني كنت يعني انا بسفيره المجلس المراه
يعني دايما بنحب انه هيك نكون حد المراه بزمن يمكن عم نشوف انه عم تشوه صوره المراه، يمكن المراه هي احيانا عم تشوه صورتها بنفسها، عم بتكون موجوده بالمشهد الفني وبالمشهد الاعلامي والاعلاني بطريقه ما بتليق فيها، بطريقه بتشوه جمالها وهي أم هذه الأرض، وهي أم كل أم الرجال، يعني أم كل شيء بيطلع حلو بهيدي الدنيا هي المرأة وراء. فكتير مهم من خلال عملنا أنه نكون عم نضوي على الصورة الأبهى للأنثى وللمرأة، ونقول أنه يعني المرأة بكل المجالات أثبتت قدرتها، وحتى وقت اللي هي بتكون مغيبة بتكون هي وراء الرجل من دون أن ندري. كل شيء بفتكر أنا الإبداع، هذه الخصوبة اللي عندها إياها المرأة، هذه الغريزة اللي بتحمي، الغريزة اللي بتخلق، الغريزة اللي بتاخد الأشياء نحو الأجمل، نحو الأبهى، اللي بتبتعد عن السفيف والدنيء، هي المرأة هي اللي بتجسده. والموسيقى بحد ذاتها، أنا بقول الموسيقى هي الوجه الآخر للمرأة، ولكن الوجه الشفيف. ست جاهدة، حضرتك من الأشخاص اللي ما بحاجة يعرضوا قدراتهم الصوتية ولا الغنائية ولا التلحينية ولا شيء. ليه غنيتي من دون ميكروفون بالكويت؟ بالكويت؟ هل هو عرض عضلات جاهدة وهبة؟ بالكويت مشكورين على هيدي المبادرة، إنه عم بيحاولوا من وقت للتاني يقدموا حفلات من غير ميكروفون بأقل مؤثرات صوتية ممكنة للناس، وهن عندهم دار الأوبرا مجهزة لحتى تستقبل الأصوات العارية من أي ميكروفون، لأنه بيقدموا كمان حفلات لها علاقة بالأوبرا وبالغناء الأوبرالي. فلكن كانت أول مرة حقيقة بيتقدم حفل مع مطربة عربية بتغني الغناء الشرق عربي مش غناء أوبرالي. أنا سبق ودرست أوبرا، وهن سبق وقدموا حفلات مع الكورال ومع مطرب، لكن هاي أول مرة بتصير هيدي القصة مع مطربة بتقدم الغناء العربي، وكانت تجربة كتير كتير جميلة. الهدف منها أنه يعني نوصل بشكل كتير جميل وسلس للناس من دون ما يكون في أي حواجز بيناتنا، هيك مباشرة للقلب، مباشرة للسماع، وهيك نذكر شوي بأيام زمان كيف كان الغناء يكون هالقد صادق وهالقد حلو، ما في أي حواجز وما في أي يعني. هلأ بتعرفي في حفلات بيطلعوا مطربين بس بيحركوا تمون وبيبين عندهم وبيعرف بيحركوا تمون كمان. ست جاهدة، بهيدي الحفلة بعتقد كان في شي 1000 شخص. حفلتين حفلتين. نعم. في حدا ما وصلوا صوتك بهالحفله برايك؟ بدك تساليهم. في حدا ما سمع؟ لا، هو نحن حاولنا قدر الامكان انه مع ال 56 عازف بقياده المايسترو خالد النموري والكورال، يعني بنوجه لهم الف تحيه، حاولنا بقدر الامكان نوصل لكل الناس الموجودين بالحفله بالحفلتين، وبعتقد انه نجحنا. هلا بضل في انه بتعرفي الغناء من غير ميكروفون، انا بقول يمكن شوي مختلف عن الغناء مع ميكروفون من حيث النيانس، من حيث التلوين اللي بيصير بالصوت. نحن حاولنا قدر الامكان لون انا وياهم، يعني نروح على مطرح منخفض شوي، مطرح منعلى شوي، حاولنا نحافظ قدر الامكان على هيدي النقطه، وبعتقد انه نجحنا يعني. ان شاء الله كمان هلا رح تتكرر التجربه. شو بحس انه وقتها كنتوا بالصاله كان كل الجمهور سمع هوس، يعني انه إيه انه بتكب الابره ما بتسمعي الا صوتك وصوت الميوزيشنز اللي بتقدميه انت بمر هالزمن اللي انت فيه. عم تسمعينا صوتك، خلينا نقول بتميلي للغناء الكلاسيكي، خلينا نقول انه عم تقدمي فن ثقافي بوقت اللي عم يقدم مختلف. كيف اليوم انت كفنانة عندك رسالة وهوية خاصة فيك، ممكن تقولي لي انه انا بهيدي الطريقة فني ممكن يوصل لجيل اليوم الملتهي عن الثقافة وعن هيدا النوع من الفن؟ يعني الفن الكلاسيكي اليوم اللي نحن ربينا عليه، كيف اليوم جيل اليوم ممكن يحبه ويتقرب منه؟ ست جاهدة، يعني هو انا ما بتقصد، لانه بحس انه هيدي شغله عفويه عم تطلع مني لانها بتشبهني ولاني مؤمنه فيها حقيقه، وكمان مؤمنه انه هيدا الشباب اللي شباب هيدا العصر اللي هم شد ذائقته واللي عم يعني عم تغرب وعم تتاخذ لمطرح ما بيشبهنا كثير، فانا مؤمنه انه لازم ضل اتوجه لهم ولازم ضل حاول جيبهم على هيدي المنطقه من الغناء. شوفي شو عم نعمل
صحيح عم نقدم شعر صعب وموسيقى يعني مكثفة، لكن من خلال التوزيع، من خلال الطريقة اللي عم نقدم فيها غنائنا، عم نحاول نتسلل لقلوبهم بطريقة كتير خفية. التوزيع عم بيكون عصري، عم بيكون يعني ألبوم شهد، ألبوم أرض الغجر، حاولنا هيك شوي نقرب منهم من من, من طريقة اللي هني عم بيسمعوا فيها هلأ، بالتوزيع الموسيقي، بطريقة تقديم الأغنية، حتى بالحفلات عم نعطي التقديم تبعنا نكهة هيك معاصرة وفيها شوي قرب من الناس، من ناحية يعني ما أنا صاحب غني غناء كلاسيكي، لكن بقدمه بطريقة درامية فيها ما يشبه مش تمثيل، لكن نحاول نقرب لهم إياها أنه تكون متاحة لإلهم. يعني مثلا مثل قصيدة لا تمضي إلى الغابة، اللي هي من أصعب القصائد الوجودية اللي أنا غنيتها، إذا بتلاحظي طريقة تنفيذ القصيدة وتلحينها وتوزيعها بتخلي حتى الأولاد صغار، أنا يعني بيقولوا لي أصحابي بنطلعوا بالسيارة بيقولوا لهم بدنا نسمع لا تمضي إلى الغابة، مع أنه قصيدة كتير صعبة، بس الموسيقى اللي بنيناها تيرارير ريرا لا 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 لا، التوزيع والتقطيع اللي عاملينه بخلي الناس تحفظ الموسيقى، ومن بعد ما تحفظ الموسيقى تصير تردد الكلام وتصير تتمعن فيه وتشوف انه شو عم بيقول هيدا الكلام. امبارح مثلا قدمت قصيده قل لي للكبيره سعاد الصباح، قل لي هل احببت امراه قبلي تفقد حين تحب، حين تكون بحالة حب نور العقل. قدمناها بطريقة مع الإيقاعات وبطريقة الدراما اللي على المسرح والموسيقى تويست عصري، يعني بتخليها تكون قريبة للناس. فأنا بقول إنه هدف الفن إنه يقدم ثقافة على طبق من موسيقى ومن دهشة ومن جمال ومن فتنة، ولابد إنه إذا أتيح لهيدا الفن يوصل للشباب فأكيد بيتلقفوا بشكل جميل. وعم نلمس من خلال حفلاتنا وجولاتنا أنه رقعة الشباب عم تكبر، وهذا الشيء بفرحنا. ومن خلال الرسائل اللي بتجيني عبر السوشيال ميديا وعبر الإيميلز أنه نحن كتير عم نحب اللي عم تقدميه وعم نتابعه، وبليز خبرينا وقت بيكون عندك حفلة، وقت بيكون في ألبوم جديد، وعم نحب نسمع القصائد بهذه الطريقة بتقدميها. فلا أنا مبسوطة. وفي اللي كمان شغلة، هيدا الزمن اللي نحن فيه صاروا الشباب من خلال يمكن الانتفاضات هيدي اللي عم نشوفها عبر على امتداد العالم العربي، بتخلينا عنا أمل إنه بلشوا الشباب عم بيحاولوا يعني ينتفضوا على السائد، عم ببلشوا يحاولوا إنه يرفضوا البليد والبشع، عم بيروحوا عم بفتشوا على شيء أجمل وشيء أحلى. فهيدا الشيء بيعطينا أمل، رغم إنه يمكن منشوف في بعض المطارح ما وصلت هيدي الانتفاضات بين هلالين لخواتيم المنشودة أو اللي نحنا بدنا إياها، لكن في أمل من رب الأمل على طريقة محمود درويش. يعني فتحتي موضوع انتفاضة، قلتي انتفاضة ومش ثورة، بدي أسألك ليه؟ تبعتي الثورات العربية المؤخرة إن كان بالعراق وحتى بلبنان، شو رأيك فيها؟ قلتي لي إنه ما وصلت لخواتيم، هل انتهت لما توصل لخواتيم؟ شوفي أنا ما بحب أحكي بالسياسة، مش سياسة، من ناحية إنسانية، معروف إنه أنا بكل مسيرتي ناصرت الإنسان وقضايا الإنسان، ما في إلا ما أكون واقفة مع هيدي الناس اللي عم تنتفض على واقع البليد، ما فينا إلا ما نكون أي شيء بيكون في ظلم ولا عدل تجاه الناس، ما فينا إلا ما نكون معه. بس أنا ما بنطر فرصة معينة تقول تحكي عن قضايا الناس ولا أحكي عن الظلم ولا أحكي عن لا عدل. دايما من خلال مسيرتي ناصرت قضايا الإنسان، وناصرت غنيت بغداد، غنيت فلسطين، غنيت بيروت، غنيت الإنسان وين ما كان. بس يكون في ظلم، نحن بعتقد أنه رسالة الإنسان الفنان الأسمى هي أنه يحكي عن إنسانية الإنسان، وأنه يناصر الحق ويناصر العدل. يمكن ما أكون متواجدة أنا على الأرض، لكن بعتقد أنه بمجرد ما أني مستمرة أني أقدم فن في معرفة وفي ثقافة، وأحكي عن إنسانية الإنسان من خلال غنائي، وناصر حزب الياسمين وحزب الإنسان وحزب العدل وحزب الحق، فساعتها بكون أنا عم ناصر الإنسان المظلوم أينما كان على وجه الكرة الأرضية. ضجة الدنيا على السوشيال ميديا وجاهدة وهبة غنت أغنية إسلامية بكنيسة، خبرينا. غنيت بالحقيقة بفترة عيد الميلاد
كان عندنا حفل، حفلة كتير مهمة قدمناها بإطار بيروت ترنم، اللي هو مهرجان بيصير كل سنة ببيروت اسمه بيروت شانتس، بيصير على بعدة مطارح خاصة بالكنائس، كنائس بيروت بزمن عيد الميلاد. فانطلب مني أنه أقدم حفلة، ودايما من خلال هذا المهرجان منظمي المهرجان بيحبوا أنه أي نقدم مقطوعات روحانية تخاطب كل فئات الناس بلبنان على كيف التوجهن، مش بس بلبنان، لأنه وين ما كان بالعالم من خلال الموسيقى ومن خلال الترنيم والإنشاد اللي بيجمع الناس حقيقة، اللي بيجمعهم على 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 المحبة، بيجمعهم على فكرة السمو، على نحن كلنا بالنهاية بنعبد إله واحد، فليش يعني نكون متفرقين بعقائدنا؟ كل واحد عنده احترامه لعقائده هيك، لكن بالنهاية نحن عم منآمن بإله واحد. فهيدي فكرة المهرجان عموما. وانا بالطبع مش غريب علي انه دائما انا قدمت حفلات بقدم فيها غناء انشاد مسيحي واسلامي بنفس الوقت، وحتى هيدي القطعه لم تكن الوحيده، لكن لانه الناس بيعرفوها، حافظينا انه طلع البدر علينا، هي من الاغنيات اللي موجوده بذاكره الناس، واللي بتحتفي يعني بيحتفلوا فيها بعده مناسبات دينيه مهمه. فانا حبيت انها تكون موجوده مع غير قصائد وغير اغنيات بهيدا الحفل، لكن هيدي الاغنيه لانها معروف انتشرت كثير عبر السوشيال ميديا، وبفتكر انه اجمل شيء انه غنيناها بكنيسه بحضور ناس كانت من كافة الأطياف ومن كافة الألوان، من كافة المذاهب، من كافة الطوائف. لأنا ما بحب إني أحكي بهذا الموضوع، لأنه بعتبر إنه الإنسان إنسان أينما كان، وهو وكلنا نحن سوا تحت هذه السماء الزرقاء نؤمن بإله واحد، كلنا سوا نؤمن بالإله الواحد. نحن اللي عم نغني له، واللي عم نحن يعني إن كان أنا بقدم حتى القصائد الصوفية والابتهالات الإسلامية والمسيحية والسرياني والبيزنطي، فكلنا نحن عم نتوجه بالنهاية لإنسان بيحترم أخوه الإنسان أين يعني أينما كان وشو ما كانت عقيدته وشو ما كان دينه. المفارقة سيد جاهد أنه أنت ضجت الدنيا وانتقدت كثير، وعالم كانت معك بوقت انه العالم بالطريق عم بتنادي باللا طائفيه، يعني صحيح. يعني هذه مفارقه كثير كبيره، بتحسي حالك مش فهمان الشعب شو بده، مش عارف هو اصلا شو بده. بدك طائفيه ولا ما بدك طائفيه، بدك انتماء ديني ولا ما بدك انتماء. نحن رسالتنا من دون ما نطلع نحكي شعارات، يعني هي الرساله بتحكي عن حالها، انه نحن بظل كل شيء عم بيصير لتفرقه الناس، بالعكس نحن بنحب نقدم فن يجمع الناس. ليه ما منشوفك ولا بلجنة تحكيم برامج مواهب؟ نعرض علي هلأ في بغض النظر عن في برامج منيحة وفي برامج يعني أنا عندي شوية هيك ملاحظات عليها، لكن نعرض علي عدة مرات، بس للأسف أنا وقتي ما بيسمح لي أنه شارك بهذا النوع من البرامج. أحياناً إجا رفضي على أساس أنه ما كنت كتير يعني معجبة بالصيغة، صيغة هذه البرامج. منشوفك على المسرح منحس في هالة حواليك، ما بعرف هل هي من كتر ما انت مشبعه ثقافه فنيه، من كتر ما انت دارسه، من كتر ما انت بتحبي، من كتر ما انت شغوفه وعارفه يمكن انه حواليك ايه، عارفه انه حواليك ما كتير عم يتقدم من اللي انت عم بتقدميه. نرجع بنفكر انه حقعد انا مثلا يوم مع شخص انه يكون هالقد جامد، هالقد ما بعرف شو، يوم شفتك انسانه عندك بسمه كثير حلوه، حركات جسمك بتميلي مع السؤال وهيك، خبريني عنك كانسانه طبيعيه بعيد عن ما تقدمي. انا بعيش الفن بكليتي، وقبل ما اكون فنانه انا عاشقه وانا محبه للناس، وبعتقد انه اجمل شيء انه الله حباني بهذا الصوت وهيدي النعمه انه اقدر افرح الناس. فوقتها أنا بلاقي أنه أغنياتي أو صوتي عم بيفرح الناس، عم بيخدهم على مطارح أشهى وأنقى وأقصب، فمشان هيك بحب أعطي بكليتي. ودائما بحفلاتي أنا قبل ما أطلع على المسرح بقول أنا يعني صار عندي إياها مثل مبدأ، بقول يمكن لن يتاح لي بعد اليوم أن أقدم حفلة أخرى، فلأتجلى وأقدم جل ما عندي وكون بأجمل حالاتي وكون أكثر من جاهدة جميلة بنفس الوقت. ودائما لاني مثل ما انت قلتي يعني انا صادقه وبعيش كل كلمه قلتها، وخاصه
يعني بحب انه الذاكرات هيدي اللي مرقت فيها بحياتي ان كانت حزينه او حتى جميله، الحزينه بحاول اني اشفى منها بالغناء، والجميله بحاول اني ارجع يعني التقط بعض من ذبذباتها انا وعلى المسرح. وهيدا الشيء لاني انا بطلع محمله بكل هذا الوجد والشغف، بعتقد هي اللي بتخلي هذا الجسر من التواصل الجميل ينمد مع الجمهور. يعني امبارح طلعوا لعندي بعد الحفله الناس على المسرح عم يبكوا انه هالقد يعني ادائك، هل قد ادائك محمل بشغف، محمل بخبره، محمل بصدق، خلينا انه نبكي، خلينا نفرح، خلينا نحلق. فهذا الشيء بيسعدني وما فيني الا ما دائما اني اكون بهذا الصدق وبهالشفافيه، لانه بحس انه عندي مسؤوليه، عندي مسؤوليه تجاه الناس. يعني تقدر تطلعيهم من هيدا البلاد اليومية اللي هني فيها، من هيدا الوجع اللي هني فيه، تخديهم على مطرح. يعني إذا أم فقدت ابنها وقدرت سمعت أغنية هيك خلتها تستذكر أشياء حلوة عاشتها، من وقت اللي بتقلي مثلا بأغنية عم يخلصوا الكان وأهل ورفاق بكيتيني رجعتيني لذاكرات حلوة، أنا قديش بكون سعيدة وقت عشاق اثنين بيقولوا لي أنت الطرف الثالث بقصة حبنا. فأنا قديمكم مبسوطة أن نحن أغنياتك، نحن التقينا على أغنية كتبتني ويا ولدي، وزعلنا على أغنية إذا هجرت، ورجعنا التقينا على أغنية قل لي، وعلى أغنية من وين بيروح عضايع أسمع عيونك. فأحلى شيء أن تكون الطرف الثالث بأي قصة حب. أحلام ومحمود درويش وطلال وغيرهم، في شيء مرة فتحت كتاب أو سمعت شعر أو أي شاعر حبيت تغني له أو حبيت تحولي قصيدته لشيء موسيقي وما قدرتي، يعني ما قدرت تتفاعلي معه وبعدك حطيه على جنب وحأعملها؟ ليك إذا قصيدة أنا حبيتها وأغرمت فيها بضل عندي هاجس إني لحنها. هلا يمكن الوقت ما بيسمح، يمكن انا حالتي النفسيه ما سمحت بهيدا الوقت اللي انا انغرمت فيه بالقصيده، لكن لابد من انه هيدي القصيده تاخذ طريقه الى التلحين اذا انا حبيتها واغرمت فيها. بضل بصير عندي مثل هاجس وقلق انه حولها لموسيقى. شو القصيده المحطوطه على جنب هلا؟ كل قصيده حبيتها وانغرمت فيها حاولت انه اعطيها بعد الموسيقي اللي انا بشوفه لها، بس اكيد في بعض كثير قصائد حابه اني غنيها. وهلا في كمان حلم جديد رح يتحقق من خلال عمل جديد انا عم قوم فيه مع الاستاذ اسامه عبد الرسول الصديق والفنان باوروبا، ومع كمان فرقه براسل جاز اوركسترا اللي تعتبر من اهم فرق الجاز بالعالم. هيدي الفرقه انا عم بغني مظفر النواب، عم بغني بدر شاكر السياب، عم بغني شكسبير. فهيدي سعاده انه دائما يعني شكسبير انا من زمان حاطه براسي فيه كم قصيده بدي غنيهم. هلا بهيدا العمل رح يتاح لي اني اقدم شكسبير، فكثير انا سعيده. بضل في قصائد هيك بالجارون مخبيين لبعدين لوقتهم. ست جاهدة، شو حلو انه الامراه تكون ست بالانسانيه وبالفن وبالثقافه. سعيده اني شفتك وقابلتك، وهالحوار بده ساعات وساعات. شكرا وساعات. شكرا لك ولحوارك الرائع. شكرا يعني لك. قليل من قليلات من الاعلاميات وحتى من الاعلاميين انه القلائل انه هيك واحد بيتسنى له يحكي هالاشياء اللي بنحكيها معك. بدنا وقت اكثر بس. ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه. شكرا لك. شكرا.